عندنا في مطبخ لاله فاطمه غني بالضيوف ديالو، غني بالفقرات، غني بالوصفات، وغني بالحويجات اللي هي جديده كنتعلموها. اليوم حبيت نهني وكذلك نحيي لاله رشيده مناسب لي حاضر معنا اليوم. هي ام ما شاء الله كافحت بزاف مع البنيته ديالها، وكان سبق لينا انها حضرت معنا في احدى حلقات لاله فاطمه، عطاتنا بزاف ديال النصائح على هاد المرضى اللي للاسف ما تنعطيهم شي الاهتمام وتيحتاروا فين يتقداو، بحكم ان الظروف ديالنا ما كاينش فين المواد اللي كيتقداو في هاد المسائل هذه. لاله رشيده اهلا ومرحبا بك، الله يبارك. اهلا لاله سمية، وكيسعدني اني استضفك معايا مره اخرى في حلقه لاله فاطمه. وانا كذلك فرحانه بزاف، كنحييك وكنحيي جميع الطاقم، وكنشكر الدكتوره على هاد النصائح اللي قدمت لنا. حنا غنبقاو في نفس السياق لاله رشيده اليوم، مع الصحه ومع العطله الصيفيه ومع الانتعاش، ولكن انت غادي تحدثنا على واحد الفئه خاصه اللي هما الاشخاص اللي عندهم هذا المشكل ديال حساسيه الجلوتين. الجلوتين باش ياخذوا الناس فكره، تفضل لاله رشيده، بحكم ان انت ما شاء الله مده طويله وانت كتعاني مع البنت ديالك وهذا المشكل هذا كانت كتعاني منه. الجلوتين موجود في الدقيق، في كل المواد الاساسيه اللي حنا كناكلوها خصوصا الخبز، كنعرفوا ان المغاربه عندهم واحد ارتباط كبير بزاف من الماده ديال الخبز، ما قدروش ناكلوا بلا الخبز. انت كيفاش درتي وقيتي الحل؟ الخبز لا لا لقيته في الدرا، وليت كنصاوب ليها الخبز ديال الدرا. الروز ما فيهش الجلوتين. لي بات كاينين دي بات في الاسواق اللي ما فيهمش الجلوتين. المهم هاد السيلياك خاص الانسان غير يعرف شنو ياكل، كل شيء موجود. هو صعيب الكوزينه ديالو صعيبه، لان حتى الاواني خاصهم يكونوا خاصين، ما يكونوش بحال دابا الفران اللي طيب فيه الخبز سون جلوتين طيب فيه الخبز باقي الاخر عادي، ولا خاص داك الشيء يكون سيباري ما يكونش مخلط. هو قلتي لي انه الحمد لله تاقلمتي مع هذه القضيه، الحمد لله. دابا انت كتاكل من ديك الماكله اللي كتاخذها البنت ديالك، لان صحيه اكثر، صحيه اكثر. ولا بغينا نتبعوا حميه، فعلا احسن انواع الحميه اللي نقدروا نهضروا عليها هي هذه القضيه، هي هذا ريجيم مرض الاغنياء. الاغنياء الملياردير كاع الناس اللي ما شاء الله عندهم ثروات تيتبعوا نفس الحميه ونفس الريجيم. حنا اليوم باش ما نحرموش هاد الناس، انت ما شاء الله قلتي لي في العيد عملتي حليوات زوينين. درت حليوات زوينين وعجبوا الناس اللي دخلوا للصفحه ديالي، شافوا دوك الحلوات عجبوهم. تبارك الله عليك. واليوم غتقاسمي معنا اليوم التجربه ديالك، غتعطينا حنا ممكن كنساعدين نقدروا نجربوها صحيا اكثر ومفيدا، نقدروا ناكلوها حتى حنا الناس العاديين. تاكلوها حتى انتم العاديين. شنو غتقترح لنا لاله رشيده اليوم في مطبخ لاله فاطمه؟ اليوم لاله فكرت نقترح عليهم بيتزا بالخضار. بيتزا بالخضار سون جلوتين. سون جلوتين 100% سون جلوتين. اذا صحيه اكثر. صحيه اكثر. وكنعرفوا ان الدقيق الابيض من السموم البيضاء اللي كتقتل الجسم ديالنا والصحه ديالنا. افضل وسيله الانسان يحتاط انه يجرب هذه الامور هذه، لان فيها صحه ومنفعه كثير. تفضل لاله رشيده، شنو غتعطينا في المقادير؟ المقادير لاله كنحتاجوا 250 غرام ديال الفرينه سون جلوتين. وهاد الفرينه سون جلوتين منين غنحضروها؟ كاينه في الاسواق المعروفه هنا في كازا اللي فيها جميع الانواع اللي كتجي من برا. أيه. غادي يلقاو في هذيك الفرينه سون جلوتين، ولا يدخلوا لي باج فيسبوك ويلقاو الناس اللي كيتاجروا في هاد. كاينه مواد خاصه كنقدروا نشربوها. كاينه. أيه. نحتاجوا كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال العنبه يا برون، كاس ديال العنبه، كاس ديال الماء دافي، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات سون جلوتين. راه كاينه حتى حنايا كتباع عند البيسريات، ولكن غير ما دايرينش فيها ديك ليتيكيت سون جلوتين، ما فيهاش الجلوتين. انا حضرت في ذاك المعرض ديال كريماي وتذكرت مع الشركه اللي كتصاوب ديك الخميره، قال لك اودي حنا طبعنا هذوك دوك لي بواط ودوك داك الكتبه وداك الشيء، وما يمكنش عاودي يوليو سافا لوغ كوتي ترو ترو شيغ. صح. قال لي راه 100% سون جلوتين. الانسان يستعملها ما فيهاش شي تأثير ولا شي تأثير. ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون معلقه كبيره. وشي معلقه كبيره ديال الزعتر يكون مسهد شويه ومحكوك. اييه. يرجعوها غبره. الوغ نشدو الطحين. بزاف بالنسبه ديال الزعتر كتجي رائعه. رائعه. يعطيك الصحه لاله رشيده. المهم كان كلشي العيالات المغربيات ما شاء الله عليهم، راه كيعرفوا يخرجوا العجب من يديهم. تبارك الله. اييه. كنحييهم هذا المنبر.
المهم يعجنوا هذا الشيء الكل ونزوا الرجال تاعهم يا رشيده الرجال تاعهم ولاو دابا الرجال اللي تفاجا الرجال تبارك الله عليك. تلقيت هذه الوصفات انا تلاقيت مع بزاف ديال الشباب تقول لي سمية والله العظيم لما الوصفه ديالكم جربناها وتتصدق تنقول له كيفاش انت تدخل الكوزينه وتتجرب تيقول ايه فالحمد لله ولا دابا حتى الشباب تيجربوا ويدخلوا عندهم حماس انه تيفتخروا انا رانا تنطيب في داري ما كاينش مشكل وكنحييهم من هذا المنبر. انا طلب مني شاب باش نوجد له الوصفات ديالو. المهم كتعجن هاد العجينه كامله مزيان ونخليوها ترتاح تخمل. اييه المهم نمشيو نوجدوا الحشوه ديالنا ولا باش غادي نعمروا هاد البيتزا ديالنا. الحشوه ديالنا لا غادي نحتاجوا القريعه صغيره خضراء لي زوبيرجين دنجال فلفله حمراء فلفله حمراء وفلفله صفراء باش تعطي داك اللون فلفله خضراء بصله وبصيله. هاد الشيء نشحروه مع الزبده وزيت العود ومليحه وبزار يتشحر هاد الشيء مزيان ونحطه دوك تيبرد في هاد الوقيته اللي حنا كنشحروا. هاد الخضار على فكره تتواتى بعضياتها وما عندهاش وقت طويل ديال الطياب يعني دغيا قريعه خضراء مع شويه ديال الدنجال فلفلات بالالوان الا كان في المستطاع الا ما كانش غير نوع واحد الا ما كانش ونخلطوا هاد الشيء كله مع مليحه وبزار وزويته بلديه ونحتاجوا للدراري اللي كيبغوا الحوت الطون معلب سون غلوتين نحتاجوا لواحد البواطه ديال واحد العلبه حتى هي تنقدروا نسمو بها لان كتمشي مع الخضر اللي حنا عملنا غادي تبقى اقتصاديه البيتزا هذه رخيصه يعني رخيصه وزوينه ما شهيتك فيها. المهم نرجعوا للعجينه ديالنا نبسطوها اييه في لاطا ديال الفران نتكوها بفرشيطه اييه نشدو صوص طومات كاينه سون غلوتين حتى هي في علب نسرحوها ندهنو بها اسمحي لي بعدا قبل ما نديرو ديك لاصوص طومات ندهنو بزيت العود العجينه وهي خضراء العجينه ملي نبسطوها ندهنوها بشويه زيت العود عاد نديرو فوق منها ديك الصوص طومات من بعد نديرو عليها الفرماج نسيت ما قلتش ضروري في الاول ضروري المهم نرشو داك الفرماج من بعد نشدو ديك الخضره ديالنا ونزينوها اييه كتجي رائعه عاد نزيدو فوق منها الفرماج والحوت من الاحسن حتى نخرجوها من الفران عاد نديرو داك الحوت والزعتر الحوت والزعتر خصوصا كنا غنديرو ديال المعلب يعني الكوسه خليه هو الاخر حتى طيب واخا وبعد نخرجوها سقيوها بشويه ديال الزبيده ولا صافي لا صافي اللي بغى يسقيها بزويته اللي بغى يدير الصوص بيكونت داكشي على حسب هذا كيبقى اختياري اختيار. تبارك الله عليك لاله رشيده شهيتينا في بيتزا اليوم والله العظيم بالخضيره وهذه كنهديها للناس المرضى بالسيلياك اي يعطيك الصحه لاله رشيده لان كنحس انا بدوك المعاناه ديالهم ونتمنى اي ام سمعت هذه الحلقه تصاوب لولدها ولا بنتها ما تحرمهاش من البيتزا اللي في الاخبار غادي تعجبهم بزاف بزاف ولو الدراري ما يبغاوش الخضره غادي ملي يشوفوها في البيتزا غادي تعجبهم غادي ياكلوها وحنا قلنا انا ما غادي تبانش هي لان فعلا بالالوان وفلفله ممتازه يعطيك الصحه لاله رشيده من بعد غادي نمشيو بسرعه نعطيو الوصفه الثانيه شنو غتقترحي لي اللي بغيتي شوسون بالخضار بغيتي دي كلاص لان ناخذ دي كلاص لي سيلياك هنايا راه مشكله كبيره ليهم بصح لانهم تلقاو شي لا ما يلقاوش لي كلاص سون غلوتين. كيفاش لقيتي انت الفكره والحل؟ بحثت وقلبت ودرت دي زيسي في الدار وداكشي انا وبنتي وفي الحقيقه هي اللي صاوبت لي كلاص هي الاولى هي اللي جربتها الاولى هي اللي جربتها الاولى انا غير كلتهم معاها طلع عن بالك ونحيوها من هذا المنبر ياك ايمان نحييها ونتمنوا لها الصحه ان شاء الله ونرضي عليها والله يكمل رجعها امين يا رب العالمين فرحك بها. تفضلي لاله رشيده شنو الفكره والطريقه ديال لي كلاص؟ الطريقه لاله ديال لي كلاص كنحتاجوا العلبة ديال الحليب مركز علبة ديال الحليب المركز سون غلوتين غادي نحتاجو لتر ونص ديال الماء لتر ونص ديال الماء ستة البيضات علبة من القشطة الطرية هذيك لاكريم فريش راه ماشي ديك لاكريم فريش اللي نورمال اللي كناكلو حنايا حتى هذه سون غلوتين هذه سائلة ماشي مهم راه عارفو منين كيجيبوها وكاس كبير من الحليب وقبيصه ديال الملحه الحليب العادي الحليب عادي كاس كبير وشويه ديال الملح وشويه ديال الملح واخا الطريقه لاله بعدا نبداو بالكريم هو الاول نوجدوه
نديرو هذه ممكن لالا رشيده اسمح لي قطعتك، ممكن السيدات العاديه تقدروا يستعملوها، فهو دي سون غلوتين يعملوه عادي عادي بحال مثلا القشطه الطريه يديروا نورمال العادي الحليبه راه هي العاديه يعني تاع لاكلاص غادي يزدق حتى الناس العاديه كل شيء باش كنا نستافدوا ماشي غير نديرو في الطنجره ديال الضغط هذيك العلبه مع داك لتر ونص ديال اللي هو الحليب المركز الحليب المركز مع داك لتر ونص ديال الماء ونخليوها 45 دقيقه فوق النار العافيه. من بعد ملي دوز هاد 45 دقيقة نخرجوها ونخلوها تبرد ونفتحوها نخلوها تبرد نمشيو على الخليط الآخر في إناء نخلطو بالذرة بكهربائي ولا ثلث أرباع من داك الكريم نحيدو ثلث أرباع من هذاك الكريم ونضيفو ليه 6 ديال الصفر ديال البيض 6 ديال صفر البيض نخلطوه مزيان نخلطوه مزيان مع القشدة طارية ديك 95 غرام ونزيدو عليها داك الكاس ديال الحليب ونخلطوه حتى ترجع ديك الكريمة بيضة كتفتح في اللون كتفتح في اللون بدا تعقد لينا شوية كتعقد المهم نخليو هادشي دو كوتي ونشدو داك الستة البيض البيض ناخذو داك البيض حنا استعملنا في الاول غير الصفر ناخذو داك البيض ديال البيض نديرو فيه قبيصه ديال الملحه ونديرو فيه شويه ديال لافاني ولا ما ولا نحكو فيه حامضه الا ما كانش داك يبقى حسب الذوق سيده تنسم اللي باش بغات ونطربوه حتى يولي بحال الثلج ايه احنا خلينا هادشي نضيفو تدريجيا وبالمهل هذاك الخليط الاول ديال لاكريم على هذاك الثلج خلطوه بجوج خليط اللي ضربنا الاول مع صفرة البيض ولكن مع بيض البيض غير بشوية كان باش ما يتحناش ابيض الاعلى بقاو غير بشوية بشوية حتى حتى كلشي داك الشيء يبقى ممزوج يبقى باين كلشي داك الخليط بحال بحال وتبارك الله غادي يضاعف الحجم ديالو ضربنا غادي ناخذ واحد لومول ونبسطو فيه ما هذاك لاكريم اللي صاوبنا ناخذو منه غير النص ونبسطوه في هذاك المول ومن بعد نزيدو عليه هذاك الخليط اللي درنا فهمتيني اييه انا غادا معك نديرو ملي نديرو داك لاكريم كراميل اللي داك لاكريم اللي طيبناه في طنجره الدار غنديروه في الاول كطبقه الاولى ومن بعد غنديروه طبقه ثانيه حيت واحد النص رحنا خلطناه مع هذاك وداك الشيء اللي بقى نديروه في داك المول مبسطوه ونزيدو هذيك لا بريباراسيون الثانيه اللي درنا يعني كيجي فيه طبقات كيجي فيه الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثانيه والمول تبارك الله راه كايهز مزيان كنغطيوه بداك البابي السلوفان ولا الا ما درناش مول عاود نقدروا نديروه في علبه ديغميك وتكون مسدوده مزيان ونديروه في المول باش يجي مزيان حتى بغينا نسربيه كيجي كيجي مقاد ونديروه كونجيلاتور يبقى ليله كامله ليله كامله قبل راسو هي من بعد نخرجوه ونقطعوه نخرجوه نشدوا ديك المعلقه ديال اللي كديكوري بها لي كلاص وداك الشيء مع ديك لاكوب دوك لي بول كنحطوا دوك لي بول ديالنا ونزينوهم كاين واحد السيرو راه كيتباع في الصيدليات كتزيني بداك السيرو وبالقرقع مهروش او لوز وعلى حسب الذوق انا كيبقى السيده تبدع فيه باللي بغات سواء دي فخوي سواء بهادشي ديال الفواكه اللي جافه سواء غير هكاك بوحدو يعني السيده تنوع لوليداتها وتحضر شي حاجه في الدار وبصحه وراحه عطيك باش حتى هاد الناس اللي محرومين من الجلوتين تما ياكلوا كلاص مساكن كنعرفوا واحد السيده كتخرج كتسافر لبرا باش تاكل الكلاص لا اله الا الله فعلا راه معاناه بزاف حنا معاناه كثيره الناس العاديين ربما ما كنحسوش شي بهاد الامور هذه ولكن فعلا انت عشتي بالتجربه لاله رشيده وانا كنشكرك عليها فعلا اليوم حلقتنا كانت الحمد لله فيها بزاف ديال الامور اللي نقدروا نتقاسموها مع هاد الناس هادو بصراحه اللي ما تعرفوا شي لا فين يتقداو بحكم ان بزاف ديال المتاجر ما فيهاش بزاف ديال المواد كامله وخاصه المدن كبيرة ومدن صغيرة ما كاين شيء ففعلا راه معاناة بزاف معاناة فالله يعاونك عليها فيها الاجر ليك لاله رشيدة يعطيك الصحة نمشيو بسرعة بسرعة شنو تقدم لنا عاوتاني كاين شي اقتراح اخر كاينة لاله لي شونسون يلا نعطيو الطريقة نحتاجو كاس ديال الما دافي ومعلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات وكاس ديال سنيدة ونص كاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال الفارينة سون غلوتين غادي لاله
بعدا نقسموا هذا الطحين على جوج. أيه. غادي نخدموا في الاول غير واحد، غادي نخلطوه مع داك السوائل. أيه. ونخليوه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. ملي ونغطيوه في شي حاجه ولا ملي طلع عليه كتلقاه بحال طلع شويه. أيه. عاد نخلطوا هذاك الطحين اللي خلينا. أيه. باش تولي لينا ان بات اوموجين. أيه. متجانسه بعضها. متجانسه. أيه. ونقدروا نبسطوها. أيه. ورقه كتجي سهله في الاستعمال. أيه. نبسطوها وراكين. أيه. هذوك المراشم ديال لي شوسون. أيه. كاين مرشم تخرجي منه دوك لي سيرك. أيه. وتعمري وتعاود تغطي عليه وتعاود تغطي عليه ويتدهنوا. أيه. ويتدهنوا بالبيض. أيه. يتزينوا بهذاك زريعه الكتان. أيه. بزلجلان باي حاجه تزين على حسب الذوق ديال. ونقدروا نديروا حتى بنفس العجين نخرجوا منه باشكال كثيره. اه تخرجي منه اشكال كثيره. تبارك الله عليك. أيه. لاله رشيده يعطيك الصحه. انا ما كرهتش نبقى معك مده طويله ولكن للاسف الوقت يداهمني. أيه. بزاف. انا ما سخيتش بك وهذه اذاعتك ودار دارك. حنا اكيد محتاجين بزاف ديال هاد النصائح خصوصا هاد الناس مساكن عندهم هاد الحساسيه من ماده الجلوتين ومرضى السيلياكي لانه فعلا كنا عملنا معك حلقه وكانت لقات صدى كبير بزاف ديال الناس تفاعلوا معها بزاف. انتم امهات اللي عندكم ربما وليداتكم يعني ولاد المشكل ان شاء الله تكونوا خديتي الوصفات وتجربوها لوليداتكم بالصحه والراحه. تفضل لاله رشيده نختموا كلمه من عندك للمستمعات لاله فاطمه. كنحيي جميع المستمعات والمستمعين ديال برنامج لاله فاطمه وديال الاذاعه المغربيه الاولى في المغرب لا راديو ام اف. يعطيك الخير لاله رشيده. حنا غادي نمشيو غادي نسمع واحد المقطع.